كنت أنتظر وأنا قادم إلى معرض الفنان الكبير إحسان عنتابي الذي أعطاني محبة كبيرة إلى أعماله السابقة. كنت أنتظر ما الذي سأراه في الجديد الذي سيقدمه، وكم كانت المفاجأة جميلة ومتوقعة. يعني إحسان عنتابي حقيقة مجموعة من الفنانين الكبار في فنان واحد، له أسلوبيات متعددة ضمن أسلوبية هي فريدة بحد ذاتها. يكفي إحسان عنتابي فخراً أنك عندما تنظرين إلى لوحة من بين 100 لوحة لتكتشفين أن هذا الذي قد شاهدته قبل قليل هو بتوقيعه. يعني هو أكيد فكرة المعرض اللي أنا ذكرت سابقاً، أنا عملته بالفترة 2011-2017 وعشت كلياتنا عشنا مع بعض مجريات الأحداث وكلها، فكانت لوحاتي ما هي معنى التسجيل اليومي، لكن كل الانطباعات وكل الأحداث اللي مرقت من خلالي ومن خلال أسرتي، وأنا أكد على الأسرة أسرتي، كان في إلى تداعيات على الرسم عندي ولا اللوحة. ففي رغم جوز أرسم زهرة أو أرسم شجرة، لكن إذا بتأكدي بهالشجرة بتأكدي بصفاتها بتقنيتها بتكتشفي شيء آخر غير الصورة الأولى، بتكتشفي صور تانية. الحقيقة معرض الفنان إحسان عنتابي بتميز بتعبيرية خاصة وبلمسات إضاءة خاصة حساسة جدا سوداوية بسبب المأساة والدراما اللي مرقت علينا، ولكن أنا بقول دائما في ضوء ولو نقطة صغيرة هي بتقودنا دائما إلى الأمام.